أدانت محكمة في كييف أمس الاثنين جندياً روسياً بارتكاب جريمة حرب لقتله مدنياً أعزل، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في أول حكم يصدر بحق عسكري روسي منذ بدأت روسيا غزو جارتها قبل 3 أشهر، في حين طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بفرض عقوبات قصوى على موسكو وبعدم إقامة أي نشاط تجاري معها. وقد وجه الرئيس الأوكراني نداءه عبر الفيديو في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد 3 أشهر من بدء الغزو الروسي لبلاده، فيما تؤكد السلطات الأوكرانية أنها تعاني بشكل متزايد من القصف الروسي المتواصل في منطقة دونباس في شرقي البلاد. ويذكر أن الجندي الروسي البالغ من العمر 21 عاما أدين بتهمة ارتكاب جريمة حرب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. جاء هذا كأول حكم يصدر بحق عسكري روسي منذ بدء الغزو. وأقر فاديم شيشيمارين أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيا يبلغ من العمر 62 عاما ويدعى ألكسندر شيليبوف في شمال شرقي أوكرانيا في أولى أيام الغزو الروسي، وذلك بإطلاق النار على شيليبوف وبأمر من جندي آخر بينما حاول الانسحاب والهرب إلى روسيا في سيارة مسروقة في 28 من شباط فبراير، حيث اعتذر وطلب الصفح من أرملة الضحية.